الساعه. المشكله في لبنان اننا لسوء الحظ ليس لدينا ثقه لا بالتحقيق ولا بالقضاء، لذلك نطالب بتحقيق دولي. لذلك كل الجهات المباشرة بدأت تطالب بتحقيق دولي لأن لا ثقة بالتحقيق الداخلي، تماما كما نطالب وأنا على رأس مبادرة أطلقت بعد 4 شباط هي جراوند زيرو، سلمنا بيتيشن عريضة إلى الأمم المتحدة موقع من 10,000 شخص شخصيا وقعوا عليها للمطالبة بتحقيق دولي في قضية المرفأ، والأمر نفسه نطالب بتحقيق دولي في قضية اغتيال لقمان سليم. واليوم المفارقة ما قاله غبطة البطريرك الراعي بطريرك الموارنة، لأنه طالب ليس فقط بتحقيق دولي وإنما ذكر أن المبادرات استخدمت في لبنان وكذلك الوسطات العربية والدولية وأصبحت من دون جدوى، ويبدو أن هناك إصراراً على إسقاط الدولة وعلى إسقاط خصوصية لبنان. وبما أن لبنان بحكم مقدمة الدستور عضو في الجامعة العربية وفي منظمة الأمم المتحدة هو عضو مؤسس وعامل ملتزم، طالب غبطة البطريرك الصفير بأن تطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة يثبت أطر لبنان الدستورية التي ترتكز على وحدة الكيان، على الحياد، على حياد لبنان، لأن لا خلاص لنا إن لم نعلن حياد لبنان، وسبق أن طالب البطريرك الراعي بذلك، وأن توفر ضمانات دائمة لمنع التعدي على شرعية لبنان، وأن تضع حدا لتعددية السلاح، وأن تعالج الأطر الدستورية التي تؤدي دائما إلى تعطيل آلية الحكم طوال أشهر في لبنان وكل استحقاق من انتخاب رئيس جمهورية إلى تشكيل لكن دكتورة مي، إذا كان لا نستطيع أن نشكل حكومة، إذا كان سعد الحريري لا يستطيع أن يشكل حكومة حتى الآن، بقاله كام شهر بيحاول يشكل حكومة، يعني إحنا بنتكلم عن إيه؟ يعني للأسف يعني أنا عارفة وبطمن عليكم على طول، الوضع الكورونا، وضع البلد الاقتصادي، العملة المنهارة، الدولة مش البلد مش عارفة تشكل حكومة، فإحنا بنتكلم حتى فكرة التدويل أصبحت ميؤوس منها إذا لم تتخذ لبنان عدد من الإجراءات، فإيه الخلاص؟ ليس لبنان هو الذي يطالب بتدويل قضيته، على المجتمع الدولي أن يتحرك، على إحدى الدول الكبرى أن تتحرك ضمن القرارات الدولية، هناك العديد من القرارات الدولية الصادرة والمتعلقة بلبنان تحت الفصل 7، بإمكان الأمم المتحدة أن تتدخل بشكل مباشر، والآن هناك اتصالات عربية وفرنسية ودولية أيضا لكي يتم إيجاد حل لمشكلة لبنان. الموضوع مدول أصلا، يعني الرئيس الحريري قام بزيارة مصر والتقى سيادة الرئيس السيسي، وقام بزيارة إلى تركيا، ويبدو أنه سيقوم مجددا بزيارة إلى تركيا قبل أن يزور فرنسا، والرئيس الفرنسي يبدو أنه سيزور أبوظبي ويتحدث مع دولة الإمارات قبل أن يتوجه إلى السعودية للبحث في عدة قضايا من بينها قضية لبنان. البابا، قداسة البابا لديه اجتماع في الغد مع السلك الدبلوماسي في الفاتيكان، ومن القضايا التي ستطرح هي قضية لبنان. لا، لبنان حتى عندما تمت إحالة قضية الرئيس الحريري إلى الأمم المتحدة واتخذ قرار بإصدار قرار عن الأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة بلبنان، أتى ذلك بدعم من الدول الخارجية. خليني أسألك، قرارات عديدة متعلقة بلبنان بالإمكان المرور عبرها.